وفي سوريا لا تزال بلدتا نبل والزهراء تواصلان التصدي للحصار الذي فرضه المسلحون على البلدتين منذ ما يزيد على العامين وما تبعه من مصاعب شملت جميع مناحي الحياة. لم تكن حرب الأيام التسعة على بلدتي نبل والزهراء كافية لكسر عزيمة أهالي البلدتين المحاصرتين بريف حلب الشمالي. حصار على مدى قرابة عامين واشتباكات هي الأعنف على مدى أكثر من أسبوع، ولا تزال عناصر الدفاع الشعبية في خطوط النار الأمامية ومن خلفهم ذووهم ومحبوهم في عمق البلدتين المحاصرتين. الواقع الصحي هو مشكلة تضاف إلى المشاكل الناجمة عن الحصار، فنقص في الأدوية وإغلاق لمعظم المراكز الصحية بسبب انقطاع الكهرباء الشامل، إضافة إلى عدم إمكانية إخراج أي حالة إنسانية بسبب قنص كل الطرق المؤدية من وإلى بلدتي نبل والزهراء. الواقع الصحي في مدينة نبل منذ بداية الأزمة إلى الآن يزداد سوءا يوما بعد يوم. أكثر النواقص اللي موجودة هي موضوع تشخيص الأمراض، خصوصا أنه في مدينة نبل لا يوجد طبقي محوري، في مدينة نبل لا يوجد أي بالنتيجة تحليل للأمراض الهرمونية، في مدينة نبل ليس ذلك، لا يوجد دواء للأمراض البسيطة جدا جدا. نحن في بلدتي نبل والزهراء في الريف الشمالي من مدينة حلب تم قطع الكهرباء عنا منذ 6 أشهر وأكثر عبر مجموعات الميليشيا المسلحة أو العصابات المسلحة، حيث قطعوا خطوط التوتر من محطة ترفعت ومن محطة حريتان ومنعوا إيصالها إلى البلدتين. لا يخفى على أحد تأثيرات حصار المجموعات المتشددة على كل مناحي الحياة والتفاصيل اليومية، حيث لم يلتزم المسلحون بالعهود التي قطعوها على أنفسهم واستمروا بعمليات الخطف والقنص واستهداف كل طرق البلدة، ما أدى لحرمان طلابها الجامعيين للعام الثاني على التوالي من تقديم الامتحانات في جامعة حلب. وأما بالنسبة لطلاب المدارس فحاولوا مجابهة الظروف واستكمال العملية الدراسية ولو على ضوء الشموع. تعاني الثانوي من عدة مشاكل نتيجة الحصار. أولا، الكتب المدرسية لم تصل لا العام الماضي ولا هذا العام. بالنسبة لأوراق الامتحانات لم نستطع الحصول على أوراق امتحانات والتصوير مكلف جدا. كذلك بالنسبة للمازوت والتدفئة، لا العام الماضي ولا هذا العام لم يصلنا حتى الآن أي لتر مازوت. أنا طالب جامعي صار لي سنتين مقطوع على الامتحان طبعا بحلب، مع العلم أنه كتير من زملائنا تخرجت، يمكن واقفين تخرجنا على كتير مواد، يعني حابين بس نشوف وضعنا اللي احنا بالنسبة لطلاب الجامعة خصوصا في نبل والزهراء. في نبل والزهراء تدفع الأمهات أبنائها إلى ساحات الدفاع عن البلدة، ويحمس الأخ أخاه في مجابهة التكفيريين القادمين من شتى أصقاع الأرض، فيما يساند الجيش السوري لجان الحماية الشعبية عن طريق طلعات جوية متواصلة على مناطق سيطرة المسلحين الجديدة، وضربات مدفعية قادمة من جبهة حندرات القريبة والتي تنذر بوصول أقدام الجيش السوري مباشرة لتطئ أرض نبل والزهراء وتفك الحصار عن البلدتين.